تطورات عسكرية كبيرة تشهدها الساحة السورية، فبعد أيام من رفع الحظر الأوروبي والأمريكي عن تسليح ثوار سوريا، أكدت تسريبات وصول أسلحة متطورة بينها منظومة دفاع جوي. المنظومة المتطورة من نوع أوسا هي عبارة عن وحدة دفاع جوي متنقلة، تعتبر فعالة جدا للدفاع عن المدن وإبعاد شبح الطائرات الحربية. المنظومة الروسية الصنع يتشكل طاقمها من 5 عسكريين، وهي تحمل 4 صواريخ ومزودة برادار داخلي يلتقط موجات الطائرات الحربية من مسافة قطرها 15 كيلومترا، ليطلق أكثر من صاروخ على الهدف بمدى ارتفاع يصل إلى 12 كيلومتر. الأوسا استخدمت في حروب عديدة كالحرب الأهلية في أنغولا وحرب لبنان عام 82. النظام السوري يمتلك هذه المنظومة، ما يعني أن ضباط الدفاع الجوي المنشقين عن نظام الأسد مدربون فعلا على استخدامها. كما أكدت تسريبات تسلم الجيش الحر كميات ضخمة من المضاد الصيني ريد أرو الجيل الجديد، إلى جانب دروع واقية مضادة للرصاص وسلل غذائية عسكرية بكميات ضخمة، مثل الأجلة S18 والS10 والأجلة الجيل الثاني. كما تعهدت دول عديدة بحسب مصادر في الجيش الحر تدريب ضباطه وعسكريه على استخدام هذه الأسلحة المتطورة. محمد دغمش، العربية.